السلام عليكم، برحب فيكم ثانيا في الرينيوبل انرجي. اليوم بنتكلم عن الويف انرجي. فلما نتكلم عن الويف انرجي، هذه طبعا انرجي موجودة ومستغلة كثير على مستوى العالم، فاحنا بدنا نشرح ايش هي وكيف هي. عادة الويف انرجي جنريتور بنيجي نطلع عليها هذا الشكل، عادة بتشوف في عدة اشكال منها. هذا ويف انرجي جنريتور، هذه بتتحرك الحركة تبعتها حسب الموج، بترتفع وبتنزل، فهذا الارتفاع والنزول هي بولد الحركة الموجودة. هاي نموذج تاني، هذه بتطلع وبتنزل عن القاعدة، فالمية بتحرك الموجود. هاي نموذج ثالث، هذه بتتحرك حسب الموجة، وهذه يمكن اللي زيها الموجود في غزة تم تصنيعه من قبل الهندسة الميكانيكية. الآن إيش القصة يعني الفكرة فيه؟ فلاي ويل جنريتر، يعني إيش اللي بصير؟ هذه ترتفع لفوق وبتنزل حسب الحركة الموجودة، حركة الموج. الارتفاع والنزول هذا هو اللي بيعطيني توليد، يعني الكيناتيك انرجي هاي بتتحول ل الكتريكال انرجي. وهذه حاجة تانية، كل ما بيجي الموج بيرجعها، ولما تطلع الموجة بترجع للنموذج التاني. هاد نماذج مختلفة من الويف انرجي اللي بنتكلم عنهم جنريشن على مستوى العالم. الفكرة عندي كيناتيك انرجي اند ويند كوزز ويفز تو فورم ات ذا سيرفيس اوف ذا اوشن. هذه طبعا بتيجي على سطح المية. الآن such a service wave contain both potential and kinetic energy، يعني فيها حاجتين، الارتفاع بولد عندي البوتنشال والحركة بتولد ايش؟ الكينيتيك. Many different concepts has been designed to convert the energy from the service waves to electrical wave. An example of a service attenuator is the Bell-Mace wave energy converter اللي شفناه قبل شوية. هذا by floating on waves this machine convert the energy into in the wave into mechanical energy and subsequently into electrical energy. الحركة تبعتها وهي بتطفو، هذه منها بتتحول إلى بترفع وبتنزل، هذه بتتحول إلى mechanical energy. We will use the potential energy of the wave to derive the primary energy potential. يعني هنا احنا اللي حنستخدمه الايش؟ البوتنشال، اللي هي الفرق بين الارتفاع مش الكيناتيك الموجود عنده. طبعا هنا zero level is the average surface level. H is the height difference between T اللي عندي T is the wavelength اللي هي طول الموجة. The effective mass of the wave is equal to the product of the volume of the upper part of the wave indicated by the dark blue. كما شوي بنفرجيكم إياها. الآن the water mass will fall down over a height of H اللي عندي الارتفاع H، هذا طبعا حتنزل. ال E بدها تساوي M times اللي هي ام اللي هي الماس مضروبة في الجي مضروبة في الاتش، نفس المعادلة تبعت الويف اللي هي تبعت السد وغيره، السدود واللي شفناها. طبعا اتش احنا قلنا عنها هي الارتفاع، واللينكت اوف ذا ويف ان بيربنديكولار دايركشن ايش بنسميها ال. However, since L depends on the length of the device that convert the energy. اللي عندي هاي اللي عندي هاد، هذه اللي سميناها ال H، المسافة هذه من هان لهان، هذا اللي سميناه ال zero ground اللي عندي. الماش هذه اللي بدي احسبها الموجودة عندي. B potential بدها تساوي M dot في G في ال H، والام دات بتساوي ايش؟ الكثافة تبعت الماء اللي هي رو في الفي في الاتش في ال اللي هي اللينك تبعت الويف الموجودة عندنا اللي بنتكلم عنها. هذا الامبليتيود اللي عندي، هاي الويف هايت اللي عندي، وهذه الويف لينك اللي احنا سميناها ال الموجودة عندي في هذا المجال.
primary potential of the wave as a power per unit of a link which is equal to kinetic power is a quarter of the density اللي عندي اللي هي البي بوتنشال ده سا 1/4 برو في الفي في الجي في الاتش سكوير. System efficiency and energy. Each system will have mechanical convergence losses. طبعا هذا أكيد caused by the interaction of the waves with the hydraulic chamber. Electrical losses will be present due to the operation of the generator and other power electronics. The changes changing magnitude of the wind force will mainly cause the fluctuation in energy yield. The ocean wave convergent technology has a capacity factor of around 35%. يعني 35% الكاباسيتي فاكتور. نيجي نطلع لو عندي الموج السرعة تبعتها 11 متر بالثانية، الهايت عندي 5 متر، الرو 1250 كيلوغرام للمتر سكوير. طبعا هذا بنتكلم ارتفاع الموج 5 متر، بنتكلم على المحيط، بنتكلمش على بحر غزة يعني اللي عنده، ولا على السرعة في هذا المجال. البي بوتنشال نطبق المعادلة عنده بتعطيني قديش 691 كيلو وات لكل متر سكوير. هذه بدها تكون اللي عندي. اوكي خلينا نعدلها هذه كمان شوي. الويف انرجي ادفانتج تشالنجز بريدكتبل كاركتر، هذا الادفانتج. لو اوبريشنال كوست، وهذه بتنعمل يعني يمكن في الديب ووتر، بتنعمل وين في على الكوست. التشالنجز هاي انفستمنت كوست، انفايرمنتال امباكت، ريستريكشن اوف سي ترافل، طبعا حوالينها مش حيكون حركه سير. And availability of suitable location، مش كل مكان بتصلح فيها، والهاي انفستمنت هذه التكلفه تبعتها عاليه. The global status of wave energy. The installed capacity of wave energy for electricity generation. The global capacity is then 1.1 megawatt. اللي بنتكلم على 2016. Global energy yield producing 3.37 gigawatt hour of electricity. Capacity factor 35%. الوات اور بير بيرسون بير دي 0.45 وات اور بير بيرسون بير دي. بنلاحظ هذه لسه لو، بس هنا البوتنشال موجود في هذا المجال. بعدها بنتكلم، بناخذ بريك وبنرجع بنتكلم على البايو انرجي ان شاء الله.